يحتفل العالم كل عام بيوم الأرض العالمي، والذي يهدف إلى رفع الوعي للحفاظ على البيئة والحد من التلوث ولفت الانتباه إلى المشكلات التي تعاني منها الكرة الأرضية. ولقد أسس هذا اليوم السيناتور الأمريكي جايلورد نيلسون لأول مرة في 22 أبريل 1970 في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما في يومنا الحالي تتكلف شبكة يوم الأرض بتنظيم فعاليات يوم الأرض وتحتفل به سنوياً أكثر من 175 دولة حول العالم.